كلنا مغاربة كنخافوا على بلادنا ونفديها بالدم. الله ينصر سيدنا من طنجة القويرة. تيرارارارارا مغربنا عامر خير. تيرارارارارا من طنجة القويرة مغربنا عامر خير. نهزوا الراية الحمراء الله عليك يا بلادي بيد وحدة نحمي مغربنا وما تنقص حبة من ترابنا. اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حوار خاص وحصري رفقة الفنان القدير. اليوم استضفنا في المنزل ديالو باش يكون لنا معاه حوار خاص وحصري غناقشوا من خلاله مجموعه من الامور. غنشوفوا نجاحات الفنان القدير تبارك الله اللي هو فخر للمغرب انه يكون عندنا فنان بحاله. فنان مغربي بالقلب وبالحب هو الاصل ديالو. فنان سوري من مدينه حلب ولكن كبر وترعرع في المغرب. ما غاديش نطول عليكم. اللي بغيت نقوله سيدي رامي في حقك وسيدي بدر في حقك قليل. اليوم ان شاء الله غنقربوك من الجمهور المغربي اكثر. وقفوا تبارك الله عندنا لاح الاغنيه المغربيه الوطنيه اللي محققه واحد البوز كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي فيها حب صادق للمغرب وملك المغرب محمد السادس نصره الله. اول حاجه نبدا بها اللي بغينا نقدموا للجمهور هذا الفنان القدير الاستاذ والفنان بدر رامي. شكون سيدي بدر او سيدي رامي؟ اولا مساء الخير للجميع واهلا وسهلا بكم وشرفتوني في بيتي موقع شوف تي في المحبوب وصوت الفنانين وصوت الشعب وصوت الجماهير. بدر رامي هو فنان محب لوطنه الذي ولد فيه المغرب الحبيب ومحب لملكه نصره الله ومحب للشعب المغربي ومحب لبلده الأم سوريا ومحب للجميع ويتمنى أن يكون عند حسن ظن الجميع ويعني قلبي يتسع الجميع. يعني صراحة أتمنى نكون عند حسن ظنكم. هذا هو مسلمات الفنان الراقي. ما شاء الله حبك المغرب باين من خلال إنجازاتك الفنية الراقية والهادفة والتي تحمل في حمولة ديالها رسائل إيجابية وتفاؤلية. نبغي نوقفوا عند المحطات ديال الحياة ديالك. أول محطة غنهضروا على القدوم ديال الجد ديالك للأراضي المغربية. دولي شوية على هذه المرحلة والأصل ديال قدوم العائلة ديالكم للأراضي المغربية والتادي. أولا عائلتي جدي رحمه الله يعتبر اليوم من أقدم العائلات السورية التي سكنت أو قدمت إلى المغرب وكان ذلك في عام 1958 في بعد سنتين من أو سنة ونصف من الاستقلال. في ذلك الوقت كان جلالة المغفور له الملك محمد الخامس طيب الله وثراه أرسل يعني للأساتذة العرب في سوريا في لبنان في العراق في مصر وكان القسم بسوريا أكبر. كان جدي الله يرحمه من أول البعثة الثقافية اللي إجت وكان أستاذ جامعي ودرس أولا اللغة العربية ودرس القانون في جامعة القاضي عياد بمراكش وجامعة القرويين بفاس وجامعة الحسن الثاني بالمغرب. واليوم في كتير ناس كبار موجودين في مغربنا الحبيب في أطر الدولة تخرجوا على يد جدي الله يرحمه الأستاذ عاشور معروف. ما شاء الله مسار اللي كاين من الأصل اللي كنقولوا الجدود جاوا المغرب وجابوا معاهم الثقافة وجابوا معاهم العلم ونصروا في هذه رسالة كيكملها الفنان بدر. أنت يمكن عرفت أنه السيدة الوالدة طبيبة حتى هي هنايا قربني شوية من الأم ديالك. أمي الله يطول عمرها طبيبة سورية الأصل أيضا حلبية ولكن مزدادة في المغرب يعني مغربية تبارك الله بحالي بحالها بحال كل أي مغربي. مغربي جو بارل كورامون تنتكلم بكل طلاقة وأتشرف بهذه اللهجة الجميلة والطيبة اللهجة التي تحمل يعني روح الأندلس وروح الثقافة أيضا العربية والأمازيغية
الأمازيغية والصحراوية، وكلنا مغاربة من طنجة للقويرة. هذا عنوان الأغنية الناجحة. قبل ما ندخلوا بتفاصيل الأغنية، بغينا نطلع معك هذه النقطة اللي ترتي لها ديال اللهجة المغربية أو اللغة اللهجة اللي احنا كنهضروا بها. بزاف ديال الناس في المشرق كان لهم صعبة أنهم يسمعوا اللهجة المغربية. كيف كتعامل أنك أنت يمكن دابا سفير للهجة المغربية بالمشرق؟ قربني من هذه القضية هذه. شوف، هذا الشيء كان من زمان ممكن نقول لك 100%، ولكن اليوم ما شاء الله بفضل الإعلام وفضل القنوات وفضل الفنانين، وعندنا أسماء كبيرة ما شاء الله في المغرب اللي كان حي الفنانين ديالنا، كان حي يعني الفنانة الكبيرة أسماء النور، كان حي سعد مجرد، الشباب يعني السفراء اللهجة المغربية واللهجة المغربية والأغنية المغربية يعني والمسلسلات المغربية التي نتابعها. وما كيتابعوا الدراما المغربية. نعم، وكلهم يقولوا لك اليوم بزاف وكي داير ولبس عليك، كل هذا صار يحكوا فيه. لا اليوم الحمد لله تسهلت المسائل كثيرة. وبيني وبينك والله اللهجة المغربية لو الإنسان يركز عليها يشوف أنها قريبة بصراحة، لو الإنسان المغربي يتكلم بشوية يعني يلاحظ أنها قريبة أيضا من اللغة العربية الفصحى. أكيد هنا لا بأس عليك، لا بأس عليك، لا هذه يعني واضحة. تبارك الله عليك سيدي بدر. نرجع معك شوية الفن ديالك، ما شاء الله أنت كتقدم فن راقي اللي فيه موسيقات، فيه فن اللي يمكن تكون أذن موسيقية وناس ذواقة باش يتلاقوا مع الفن ديالك. قدمتي بزاف ديال الأعمال، شاركتي في مجموعة من التظاهرات والمحافل الغنائية الكبيرة بحضور شخصيات وازنة وزراء. إلا بغينا نروح المسار ديالك في المغرب، شنو تقول لي بجملة أو كلمة أو كلمتين؟ المغرب هو من صنع بدر الرامي، المغرب هو من له الفضل في إبراز هذه الشخصية الفنية، لأنني أفتخر بمغربيتي، وأنا حقيقة عشت في هذا البلد الكريم الطيب المضياف الأصيل بين أهلي وأحبابي المغاربة، وأصبحت مغربيا بقلبي وروحي. وأنا أفتخر أنني عندما أشارك في كل المهرجانات الدولية التي أشارك فيها، في دور الأوبرا مسقط كنت آخر قبل الكونفينمون تبع الحجر الصحي قبل فترة الكورونا، غنيت بدار الأوبرا بمسقط وقدمت المطرب الفنان المغربي السوري بدر رامي. يعني الحمد لله أتشرف بحمل الراية المغربية إلى جانب الأصل الراية السورية طبعا، والحمد لله التاريخ يجمعنا من زمان، المغرب وسوريا بلدان شقيقان متحبان، وإن شاء الله الله يديم العز والتقدم على بلدنا المغرب الحبيب، وإن شاء الله أيضا سوريا بترجع لأصلها بالخير والأمن والسلام أيضا إن شاء الله. اللهم آمين. والوطن العربي كامل. إلا بغينا نهضروا على حبك للمغرب، خاصة الأغنية المغربية اللي كنشاهدوا من خلال الأعمال اللي كلها فيها واحد اللمسة من الحب للأراضي المغربية. وآخر عمل اللي احنا بصدد أننا نتكلموا عليه ونقدموا للجمهور المغربي والعربي خاصة، العمل ديال كلنا مغاربة. كلنا مغاربة في ظرفية خاصة. قربني شوية من تفاصيل هذا العمل. أغنية كلنا مغاربة هي أغنية يعني أنا سبق لي قلت أنها تعبر عن نفسها بعنوانها أولا، من ثانيا تعبر عن نفسها فيها حمولة كبيرة. وما ننسوش أن بدر رامي بان بشكل جديد بحلة جديدة مغايرة تماما لما سبق، وبين على أنه الحمد لله عنده إمكانية أنه يغني أي لون، والحمد لله كان غني بالفرنسي ونغني ممكن بالإنجليزي وبالمغربي تمام. يعني شوف اليوم غير سمعوك بزاف ديال الأنماط الموسيقية غير واحدة واحدة. زعما حنا باقيين غاديين أغنية اللي فيها الحب للمغرب. كيفاش اختاريتي العنوان الكلمات؟ قربني شوية من التفاصيل. أغنية كلنا مغاربة، أولا أنا نحب نشكر الملحن الكبير والقدير، هو سوري الأصل،
ولكن عاش تقريبا 15 سنة في المغرب، وأنا بشوفه شعلة من الذكاء ما شاء الله. الأستاذ مازن الأيوبي أنا أوجه له تحية، هو اللي لحن الأغنية وعرفني أنا من زمان أنا حاب نعمل عمل للمغرب يليق به. ما يعني ما يمكنش نقدم للمغرب شي أغنية ما تكونش قد المستوى ديال مقام مغربنا العزيز المقام الكبير. فلما سمعني الأغنية أنا أعجبت بها وسجلناها الحمد لله، وهي يعني متنوعة كيف سمعتوا فيها كل الأنماط الموسيقية. نعم فيها يعني الشقوري والأمازيغي والصحراوي والفاسي والغرناطي والشمالي، منوعة يعني فيها خليط متجانس جميل. أنا نتمنى تكون نالت الإعجاب، وكنحيي أيضا المخرج العبقري صاحب فكرة الفيديو كليب الأستاذ سعيد مسارع. فكرة مميزة أن يكون هذا التنوع، ونحاول نجمعه في مدة قصيرة ونكونوا عطينا لكل منطقة الحق ديالها، وكما كنقولوا نعم. الخياطة طبعا طرز أننا نعطي واحد اللوحة فنية متكاملة نعم. وازنة، ولكن ما نحسوش بديك الانتقالية من لون للون. يمكن هذا اللي صعيب في هذا أننا ننتقلوا، ولكن نعم. المستمع ما يعرفناش راه انتقلنا النوع الثاني نعم. وبقى غادي. وإذا جينا سمعنا وحققنا فيها، إذا ممكن نقولوا أنها أغنية من الزمن الجميل، زمن التراث، فيها تراث ولكن او ميم طون الي مودرن، يعني توش سبيسيال، توش شبابيه اللي معاصره. انا كنتمنى يعني تكون نالت الاعجاب ان شاء الله. ومن هذا المنبر لازم تسامحوني انني نشكر كل الناس اللي ساهمت معنا فيها، ولي سبونسور اللي ساندونا، والناس اللي وقفت معنا، والناس لي ماكيور والستيليست، وكله الاطلاله ديالك اللي كانت متميزه. حنا اللي بغينا نشوفو بعيد على اللوك اللي معنا به اليوم سي بدر بعيد تماما. الله يبارك. كيفاش هذه النقله هذه والتنوع؟ ايوا حبينا على ما هو مألوف يا كيدي بدر، ولكن لا، ولكن من الجميل للاجمل ايضا، كله جميل. انا شوف انا معروف عليا الحمد لله تنتاقلم مع جميع الاوساط وجميع الامكانيات كيف ما كان، لا سواء لا في الستيل او في الجلسات او في الفن او في الطرب. انا كنسمع جميع انواع الالوان الموسيقيه، حتى الشبابيه كنسمعها وكنحترمها، لكل لون طرب ولكل فن طرب، وكل لون او كل ستيل عنده محبينه وعنده جمهوره. انا كنحييهم وكنحترمهم ما دامت الاغنيه او ما دام الفن يعني هادف او راقي او فيه المستوى جيد واخلاقي، فانا كل كنحترمه جميع. اما اذا كان شيء ثاني لا. بدر حنا خدنا الكلام ان نهضروا على الاغنيه الشبابيه. شكون من الفنانين المغاربه الشباب اللي كتشوفوا انه رقم واحد في المغرب؟ ورقم واحد هذه مسألة بديهية وباينة، يعني أن الفنان الكبير ديالنا سعد مجرد الشاب الجميل اللي تبارك الله أنا تنحييه من هذا المنبر، وتنتمنى له دوام النجاح والتوفيق. وكيعجبني أيضا صوت الفنانة الكبيرة أسماء النور، يعني أنا تنشوفها فنانة كبيرة وأصيلة وما شاء الله عليها، تتستاهل النجاح. وعندنا أصوات جميلة أخرى وجيدة، وعندنا حضور مميز لعدة فنانين، منهم أيضا نقول حاتم عمور، زكريا الغفولي ما شاء الله عليه، حتى هو شاب تيشتغل على نفسه. وكنحي أيضا نمشيو على تاني الجانب الطربي شوية. دابا كتختار لي من كل نمط موسيقي. أيوة اسم. أيوة عندك مثلا محسن صلاح الدين، كاين الأخ المطرب إلياس طه، كاين كلهم هادو أصدقائي تنحييهم من عبر قناتكم. إلياس طه أيوة. محسن صلاح الدين أيوة. هي زيني غاسو اللي يمكن أيوة. تميجاش أيوة. البرامج، ولكن قلنا على الرقم واحد رقينا سعد المجرد، كلهم رقم واحد ما يمكن. شوف أنا نفسلك حاجة، الموسيقى بشكل عام هي ألوان، هي فواكه، ما يمكنش كل لون كهتو، فهمتي؟ ولكن اسمح لي عود من هذا المنبر لازم نحيي الفنانة الكبيرة سعاد حسن ديالنا، والفنانة حياة الإدريسي، والفنانة لطيفة رأفت، ونعيمة سميح. يا أخي كلهم حبايبنا، وسامحوني إذا ما ذكرتش
الجميع لانني ربما الوقت ما غاديش يتسع باش نذكر جميع. كما قلتي طبق وكل واحد والذوق وكيفاش كيختار الفنان القريب لقلبه. حسب بزاف ديال لي كريتير اللي كيختارهم على الجمهور في علاقته مع الفنان. لنرجعوا لمسارك. لما وصل له الآن الفنان بدر رامي، واش كان هذا هو الطموح أو باقي طموح لقدام وانا نشوفه إن شاء الله نجاح أكبر من هذا الذي كتعيشه الآن؟ شوف بصراحة الإنسان كيف ما كان لابد من أنه يطمح للأحسن. احنا كلنا عندنا طمع أننا نحقق النجاح ونحقق، وما دمنا عايشين الحمد لله وبصحة جيدة فلازم نجتهد ولازم نشتغل على نفسي ولازم نحاول نقدم من حسن لأحسن ونقدم أحسن ما كاين للجمهور، لأن الجمهور لازم بزمني نرضيه. لازم نبقى في جمهورك اليوم إلى خيارتك. انطلاقة ديالك من حلب ولا من المغرب، شو اللي تشوفه أنجح وأحسن لك انطلاقة فنية؟ نرجع للور ونرجع للانطلاقة ديالك. شوف أنا شوف أنا قلت لك سوريا والمغرب شقيقان لا يفترقان، توأم نفس الشيء. ما في كان غير يحقوا الفنان بدر لو كان الانطلاقة دياله من حلب أو من سوريا؟ والله ما نقدرش نحكم لأن صعب الحكم في هذا الموضوع هذا. وما نساوش أن أول حاجة إذا تكلمت عن المغرب هناك أصوات جميلة جدا ويتميز بالأصوات الذاخرة التي تؤدي أيضا التراث وتؤدي القدود الحلبية، وفي سوريا أيضا هناك مطربين كبار يؤدون هذا اللون بشكل جميل. فأنا غير كنت منا كتميل لأنك تقدر تقدم تلنا الأنماط المغربية لكن ده بها كما قلتنا والحمد لله تتفق معي يا قلنا أنه من الحلب يمكن لنا نشوفه كيف تقدم الأنماط الموسيقية اللي كتميل بها هذيك البلد ولكن ما كيقدموش المغرب. أيوة. أنت اليوم عندي الجواب. أنا محظوظ جدا لأنني ولدت في هذا البلد الكريم، لأنني تشبعت بثقافات. أنت جبتي معاك داكشي ديالك وخدي شي ديالك. الحمد لله. جبتي معاك الأصل موجود. واليوم التشبع بالتراث المغربي والثقافة المغربية، وما نساوش الأندلسية أيضا والفرنسية أيضا، فوقع مزيج وكوكتيل جميل والحمد لله. أعطانا بدر رامي. بدر رامي شو بدر رامي سوقت الجمهور والناس نسمع الصوت ديالك. مرحبا وألف مرحبا. أنا بغيت نسمع شي حاجة سبيسيال ما يتوقعوش أنه المغاربة تقدر تغنيها. شنو نقدر نسمع؟ ما يتوقعوش أنني نقدر نغنيها. طيب إذا لازم تكون أغنية مغربية. يلا. لازم تكون أغنية مغربية. مرسول الحب فين مشيتي وفين غبتي علينا تيرا دا 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 علينا، خايف لا تكون نسيتينا وهجرتينا وحالف ما تعود تيرا دا دا، ما دام الحب بينا مفقود وانت من نبع سقيتينا سقيتينا سقيتينا، ما دام الحب بينا مفقود وانت من نبعو سقيتينا سقيتينا سقيتينا، باسم المحبة واسم الأعماق وحر الشواق كانت رجاك تولفينا رجع علينا يدوم الصمت وتتكلم أغانينا. ما شاء الله سيدي بدر تميز كبير في هذه الأغنية المغربية أكيد حتى المواويل والمساحات تبارك الله هي الأصل. نعم. وكما قلتي تشبع اللي عطانا تميز للصوت ديالك اللي تقدر تقدم خلاله مجموعة من الأنماط الموسيقية. اليوم الوسط الفني المغربي معكم أنك أنت يا منا وفينا. شنو تقييمك للفن المغربي والوسط المغربي الحالي والأغنية الشبابية؟ الأغنية الشبابية اليوم هي ما شاء الله ناجحة موجودة، وكيف قلنا هناك عدة مطربين ومطربات ما شاء الله واخدين مكتسحين الساحة الفنية، والأغنية الشبابية ناجحة. وغير هو أن تنتمنى أننا نراعي فيها الكلمات. وي لازم نراعي الكلمات ولازم نراعي حتى الألحان. أنا نحب نسمع أغنية مغربية
يعني مغربية مغربية، وأظن أن الفنانين فاهمين قصدي، إيقاعا ولحنا وكلاما أيضا. وتنتمنى حتى من هذا المنبر ديالكم نعبر عن شكري للإعلام المغربي والعربي بشكل عام، لأنه تحاول ما ينساش الأصل، ودائما تقدم الفن الجميل إلى جانب الفن الحديث يعني. نعم المعاصر. نبغي نهضروا على الأغنية الخفيفة، لأن أصبحت الأغنية الخفيفة هي الأكثر طلبا وأكثر ترويجا. واش كتشوف على أنه من مقومات نجاح أننا نديروا دي فاست اللي كنقول لك أغنية خفيفة، يعني يمكن كتبقى في الذاكرة ولا كتبقى غافي في الميموار غابيدمون، ما كتاخذ الوقت بزاف، كتكون خفيفة، ولكن بزاف ناس كيقول لك كتنسى غابيدمون. هو هذا اللي غنقول لك. أنا فهمت سؤالك. بالعكس تماما تماما تماما، ما نساوش أغاني أم كلثوم طولها ساعة، طولها ساعة ولا زالت راسخة، وكلنا تنغنيوها كلها لحد اليوم. كيف ما تنقولوا بالدارجة، ما بقاتش في الكمية ديال الأغنية يعني فيها 3 دقائق أو 4 دقائق، لا هاي فاست فود يعني. أيوة تنسى يعني. ولكن ممكن اليوم في ملحنين وفي كتاب ممتازين في فترة 3 دقائق يعطيك أغنية يعني يا أخي تسمع تقول الله. أنت شنو كتفضل بصراحة؟ انا اسير اليوم ولازم نسير العصر، ولكن لا، ولكن هذا الشيء واش فيه لازم نسير ولا الاراده كتاكد ان انت كفنان قدير وفنان راقي اللي عنده واحد الفن هادف؟ نعم. واش حنا لازم نسيروا باش ننجحوا؟ لازم نسيروا، نعم لازم نسيروا باش ننجحوا، ولكن في نفس الوقت ما نتنازلش على بعض المبادئ ونتنازل على بعض المبادئ الأخرى. يعني مثلا أنا لا، أنا أحب أنه تكون عندي أغنية فيها 15 دقيقة، لا هذا اليوم صعب. لازم تقدمه كتنازل باش تنجح. نعم أكيد كتنازل باش تنجح وتضحيات. لماذا نجح ولا دي مراهين أننا نختاره؟ شنو اللي ماشي عليه السوق؟ يعني لو مارشي كيفاش داير، وخصنا نتادابطاو عليه ونكونوا معاه باش نقدروا ننجحوا. علاش ما يكونش عندنا الاختلاف ونفرضوا ان نقدروا؟ كاينه اغنيه ديال 10 دقائق الا كانت هادفه لحنا وكلمه وتوزيعا، علاش؟ مع الاسف ممكن نعملوا هذا الشيء. الاغنيه الخفيفه الاذن تقدر تعود على الاغنيه. انا نفسر لك، لان مثلا في الاذاعه صعب عليهم يدوزوا لك اغنيه فيها 10 دقائق، البرنامج طوله كله ساعه مثلا، ياخذ لك اذا حد حب يحط اغنيه او اغنيتين كل واحده ب10 دقائق. راح على الـ على الـ على دابا انت كتهرب لي المهوى الاعلامي والاكراهات اللي كيعرفهم. نعم. الوسط الاعلامي، انا كنهضر لك على المستمع العادي، كيف ما عودنا أن يشوف أغنية خفيفة ديال 3 دقائق 4 دقائق، ممكن أن نعودوا حالا بيبي اللي كتقولوا هذه لا هدئة. نعم ممكن نعملوها، ولكن المرجو أنا أناشد حتى حبايبنا في الإعلام أنهم يساعدونا ويعطونا يعني واحد لبوس حتى نقدروا نرجع شوية لهذه المسائل هذه، وممكن نعملوها. ممكن سيدي بدر تفهمنا في هذه القضية. سيدي بدر ما سخيتش بالحوار معك، رسالتك للفنانين المغاربة اللي تبارك الله اليوم كنتي معهم علاقات، تبارك الله عندك أصدقاء، عندك علاقات على مستوى كبير بزاف ديال الميادين. خربني شوية من علاقاتك المغربية اليوم. علاقاتي المغربية يعني كل الفنانين على راسي من فوق، وكان احترمهم وكان وجه لهم تحية. واسمح لي من هذه المناسبة نعبر عن حزني وعزائي لجميع المغاربة وجميع الوطن العربي، لأننا فقدنا فنانين كبار وسنة فقدان. يعني ممكن نعطي مثال في الفنان القدير أستاذ محمود الإدريسي اللي كان صديق وكان تعزني معزة خاصة، وأنا كنت نحبه كتير صراحة، إنسان طيب ويعني فنان مغربي راقي، وكلنا شفنا آخر فيديو دياله في أحد البرامج التلفزيونية، وكانت حلقة جد مميزة، فأحزننا عليه يعني الله يرحمه. وبهذه المناسبة أيضا فقدنا الأستاذ الصديق صلاح الدين الغماري الله يرحمه، اللي كان إعلامي الكبير يعني، وفقدنا ناس كتار يعني فقدان. الله يحفظك، الله يدوز هذا اللي يبقى على خير. آمين آمين يا ربي.
ربي يا ربي. وشكرا انا وكنشكر انا باقي نذكر انا باقي نفكر سيدي بدر. بغيت نهضر على واحد اللقب اللي اكيد في لي كومونتير كنشوفوه كل شيء كيقول الخليفه ديال صباح فخري اسم كبير باش ناخذ هذا اللقب. كيف هز بعدا هذا اللقب اللي كل شيء متفق عليه؟ هذا اللقب أنا أقولها من هذا المنبر، أنا لست مسؤول عليه، وأنا أقول لست خليفة لأحد. علاش ما كتبغي تكون خليفة سيدي بدر؟ لأن في الفن ما في خليفة، ليس هناك خليفة. مفهوم الاستمرارية. مفهوم استمرارية مثل ما منقول بالشرق مثلي مثل غيري. في كتير فنانين جيدين على مستوى جيد وراقي بيأدوا هذا اللون أو بيأدوا ألوان عديدة أخرى. يعني مثلا ما ممكن أجي واحد أقول لك خليفة عبد الهادي بالخياط أو فلانة خليفة أم كلثوم. هنا يمكن هم قصدوا استمرارية النمط الموسيقي بيك. نعم رب الجمهور الحمد لله حبني بهذا الشكل، وأنا بتمنى أكون عند حسن ظنه. أنا أدعو من هذا المنبر أنه الله يشافي أستاذنا العظيم قدوتنا فنيا الأستاذ صباح فخري اللي كل العالم بيحبه، لا في المغرب ولا في سوريا ولا في تونس ولا في جميع الدول، هرم من أهرامات الفن العظام العربي. أنا تعلمت منه، أنا بقول من هذا المنبر أيضا اللي بيحب يتعلم مخارج الحروف يسمع صباح فخري، اللي بيحب يتعلم النغم والطرب يسمع صباح فخري، اللي بده يتعلم الأصالة ويرجع للتراث يسمع صباح فخري. مدرسة. والأستاذ صباح فخري تعلم أيضا من مشايخ الطرب اللي كانوا قبله، الشيخ علي الدرويش، الشيخ سيد درويش، الشيخ زكريا أحمد، الشيخ سيد درويش، الرواد الكبار اللي أيضا تعلمت منهم السيدة أم كلثوم وموسيقار الأجيال الأستاذ عبد الوهاب. كلنا تعلمنا الموشحات والقدود، ولكن اليوم بدر رامي ممكن يقول أنه مثلا قدوته فنيا الأستاذ الكبير صباح فخري. وإلى جانب هذا أنا كلهم أساتذتي وأحبهم، منفتح على الجميع وأحفظ جميع من صغري، مو بس اليوم، من دائما، ولكن أنا بحب أستاذ صباح فخري. بارك الله عليك سيدي بدر، شكرا على هذه الجلسة وهذا الحوار اللي استمتعنا معك، وأكيد الجمهور المغربي حتى هو استمتع بالتعرف عليك عن قرب. نختموا بالأغنية اللي تبارك الله دابا خالقة بالزوين، أغنية كلنا مغاربة، وأكيد احنا كلنا مغاربة من طنجة للكويرة والصحراء المغربية. الله يحفظ سيدنا. الله يحفظ سيدنا والله ينصر سيدنا، وحنا كنشكروه على كرمه وعلى جوده وعلى محبته لينا وعلى محبته لبلدنا الحبيب بالمغرب، وحنا يد بيد، وكنشكروا على التلقيح اللي يعني هداه لنا بدون اي قدوة للعالم، قدوة للعالم ملك القلوب. الله ينصره ويحفظه ويخليه لنا، وكرمه كبير معنا وخيره كبير معنا، وحنا من الرعايا الاوفياء وتنحبوه توا اكيد راه تيحبنا وتيحب الشعب ديالو، والله يخليه لنا. وبعد مناسبة نقول لكم كلنا مغاربة. كلنا مغاربة كنخافوا على بلادنا ونفديها بالدم، الله ينصر سيدنا من طنجة القويرة. تيرارارارارارا مغربنا عامر خير. تيرارارارارارا من طنجة القويرة مغربنا عامر خير. نهزوا الراية الحمراء الله عليك يا بلادي، بيد وحدة نحمي ومغربنا وما تنقص حبة من ترابنا. تبارك الله عليك سيدي بدر. مشاهدينا الكرام حتى هنا ما بقى لي غير نقول لكم الحوار ديالنا وصل النهاية ديالو، كنتمنى تكونوا استمتعتوا معنا، وكنضرب لكم يا جديد بحوار اخر، تبقاو على خير.